الصحة العالمية مأطرة، ولكن خصنا نعرفوا بأن عندنا خبراء ديالنا، وهذوك الخبراء هما اللي يعطيو القرار الأخير على قناعات علمية، وبينا بأنه بهذيك الثقة في الخبراء ديالنا ديال المغرب، كما تنقولوا حنا بالدارجة الواحد تيعول على راسه في الوقت المحنة، عولنا على روسنا. إذا بيان سور راه عندنا وزارة الصحة ولا الخبراء ديالنا في اللجنة ديال الكوفيد، حيت حنا ما كناش في اللجنة ديال الكوفيد، كنا في اللجنة ديال اللقاح، فكاين تواصل مع منظمة الصحة العالمية، ولكن كاين اش واقع عندنا في البلاد، واش عندنا كيفاش نعالجوا الناس وكيفاش نتكفلوا بهم. خصنا نعرفوا ايضا حاجه اللي مهمه، شتو في البلايص الاخرين كاع اللي دول متقدمه ما كانش عندهم لي ماسك، حنا ما كانش عندنا هذا المشكل، ما كانش عندهم الدواء، بعض الادويه اللي ما كانوش، مثلا المضادات الحيويه حنا كانوا عندنا. خصنا نعرفوا بانه اليوم كاين مشكل مثلا في فرنسا ديال قله المضادات الحيويه، راه ما عندناش حنا هنا في المغرب. اذا خصنا ايضا نكونوا فخورين بالصناعه الدوائيه المحليه ديال بلادنا. وبينات هذا المرض ديال الكوفيد بين بانه الواحد خصو يكون معول على راسه، دونك داكشي علاش دابا في اطار هذه الهيكله ديال المنظومه الصحيه اللي عطى تعليمات ديالها صاحب الجلاله نصره الله وايده، واللي شرف عليها، واللي هي القانون 0622، ففي اطار هذه الهيكله اولا الموارد البشريه هو العمود الفقري الاول، كذلك هيئه عليا ديال الصحه يعني تتشرف على هذا الشيء كلشي، واللي فيها التدبير ديال التامين، كذلك وكاله ديال الادويه. علاش؟ باش نسرعوا ما يبقاوش عندنا داك المشاكل الادمنستراتيف، ووكاله ديال الدم والمنتجات ديال الدم، وشنا بانه الحمد لله الزنزال راه كان عندنا الناس جاوا عطاو الدم، وشنا حتى سيدنا الله ينصرو عطى حتى هو بحال وبحال جميع المواطنات والمواطنين عطى الدم. اذا هاد المحنه اللي دوزناها ديال الكوفيد ما بقيناش واقفين مربعين يدينا، فكان القطاع الصحي واكبها ودارت هاد الهيكله. علاش؟ باش دابا تعلم الواحد انه خصو يكون موجود، تلك كانت شي حاجه اخرى لا قدر الله يكون موجود.